كلمه اوتونوميك نيرفس سيستم يعني اريحك يعني اوتوماتيك نيرفس سيستم. زمان كانوا بيقسموا لك النيرفس سيستم دي احنا في صفحه كام في الكتاب عشان فاكر عند الجنرال 34 بقولي كده اصحوا بخسر اولاد لو مدقين من واحد مدقين ولاد زمان قسموا لك النيرفس سيستم الى سنترال وبريفرال نيرفس سيستم ورجعوا قسموا النيرفس البريفرال الى سنسري وموتور والحركه طول عمرها في جسمك اسمع اسمع يا بمزاجك فولنتري يا مش بمزاجك انفولنتري هو الاوتونوميك الانفولنتري نيرفس سيستم ايه الحاجات اللا اراديه في جسمنا يا ولاد ايه الحاجات اللا اراديه في جسمه القلب القلب حاجه اسمها السموث ماسل وحاجه اسمها الجلاند خلاص كده يبقى لو سمحت نحط سيستم بقى نتفق بيه على الشابتر كله ان الاوتونوميك مرتبط بالحاجات اللا اراديه في جسمكم مين الاوتونوميك او الاوتوماتيك ايه الحاجات اللا اراديه في جسم حضرتك الهارت وال السموث ماسل وال اكسكراين تحب تحفظ السموث ماسل بحيث ما تنساش ولا واحده فيهم بص عندي الاي البرونكاي في البرونكاي ايه الشعب الهوائيه الجي اي تي اليوريناري تراكت السكس اورجان يبقى مين الخمسه سموس مصر اي برونكاي جي اي يوريناري سكس اورجان خلي بالكم الاي اللي انا اقصده يا اولاد مش اللي بتفتح وتقفل عينك مزاجك انا اقصد اللي بتعمل مايوزس ومدريزس انا قلت كلمتين جداد عليك مايوزس مايوزس اللي بيضيق الحدقه مدرييزس اللي بيوسع الحدقه هقولها تاني ما تكتبش هتقابلني فاهمني ولا لا حلو لو سمحت الاوتونوميك ده بتخسرش ليه هتاخده في الفسيولوجي بالتفاصيل ده بيطلع حضرتك بيقسموه حاجه اسمها السيمباثيك والباراسيمباثيك السيمباثيك ده امتى بينشط في حاله الفايت وانت بتتخانق وانت مفزور فرايد اما الباراسيمباثيك وانت قاعد دلوقتي ريلاكسد تمام لما قارنونا ما بين السيمباثيك والباراسيمباثيك السيمباثيك طالع عارفين اخدتوا الفيرتيبرال كولم في حاجه اسمها الثوراثيك واللمبر وعليكم السلام طالع من كل الثوراثيك فيرتيبري واول ثلاثه لمبر اللي هي الثوراثيك الصدريه اللمبر هم القطنيه هم طالع من كل الثوراثيك واول كام ثلاثة لمبر الكلام ده بيفرش معايا كفارماكولوجي انا بس بقرا عشان اريحك اما الثاني بيطلع حاجه اسمها الكرينيال نيل والسكرال مش هسالك في الكلام ده عليكم السلام لكن انا اللي يفرق معايا يا اولاد علمونا حاجه مهمه وبص عندي لو سمحت النيرف بتاع الاوتونوميك نيرف الاوتونوميك اسمع 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 لازم يريح على جنجليا سمعت الكلمه دي قبل كده يريلي على جنجليا اما النيرف اللي بيروح للعضله ده نيرف جامد نيرف استوى بيروح من غير ما يريح على ايه على جنجليا من غير ما يريح على ايه جنجليا قال لك مكان الجنجليا ده علامه ما بين السمباثيك والبارا ليه بقى يا اولاد السمباثيك الجنجليا موجوده هنا حد عارف وصف لي جنب عارفين ده اسمه الفيرتيبرال كولون صح جنب جنب بارا فيرتيبرال او بري ايه فيرتيبرال مكان السمباثيك الجنجليا موجوده فين هنا اما باراسمباثيك بعيده عارف موجوده فين جوه الاورجن برافو عليك جوه جوه في جوه فين الاورجن بص كده يبقى حد يساعدني اكتب هنا كلمه سمباثيك ولا بارا ها وهنا اكتب ايه يبقى لو انا جيت لحضرتك وجبت لك في ايدي هارت بتاع ضفدع او انتستين بتاع ارنب يعني ايزوليت اورجن في ايدي اهو بيحتوي على انهي جنجلي سمباثيك ولا بارا بارا اكتبها عندك لو سمحت ان الايزوليتد اورجان ايزوليتد ايه اورجان بتحتوي على انهي جنجليا فقط على انهي لو انا جيت قمت اقطع لك كده انهي جنجليا اللي عندك البار ماشي ايه البار موجود فين في الاورجان ماشي خلاص تمام حد عنده مشكله سهله تمام يبقى هتكتب لي
isolated organ. هذول زي organs contains parasympathetic ganglia only. What do you mean? Parasympathetic ganglia only. تمام؟ حلو قوي. واحدة واحدة. طيب. حد يحب يرغي زي الكتاب؟ بعد الانترنت. لو دي اسمها جنجليا ولا يبقى ده اسمه بري جنجليا. ده اسمه ايه؟ بص هل ده هيكون شورت ده هيكون ايه؟ والعكس هنا اي كلام مش اسالك. ثم تم عقد اتفاقيه يا اولاد ان كل الاورجنز اللي في جسمك اللي هي حاجات الانفولنتري هتاخد دبل سبلاي. عارفين دبل يعني ايه؟ ديول سيمباثيك وايه؟ وبابا حد عنده مشكله؟ حاله الخيانه. ايه الخيانه اللي حصل يا ولاد؟ الباراسيمباثيك اخذ عضله. حد كده يعرف يقرا معايا؟ كونستريكت بيوبيلي ماسل. من اسمها ولاد بتعمل ايه؟ بتقص بتعمل كونتراكشن لمين؟ للبيوبل اللي احنا سميناها مايوزس. بتعمل ايه؟ مايوزس. الباراسيمباثيك اخذها بشكل اكسكلوزيف. اكسكلوزيف يعني ايه؟ حصري. قال لك لا العضله دي محدش هيوصلها لمين؟ البارا. مين بقى اللي غضب؟ السيمباثيك. قال له حاضر انت اخدت مني مكان واحد انا هاخد منك ستة واحد. ماشي كلام؟ مش مهم. ستة واحد. قال له خد تعالى لي كونستريكتور بيوبيل ماسل. انا هاخد عكسها دايليتور بيوبيل ماسل. من اسمها بتعمل ايه؟ حد يعرف اسمها التاني؟ اسمع الكلمه منكم. ميت ريز ما يا ولاد؟ منطقي. انت اخد كوليستريكتور انا هاخد مين؟ دايليتور. رقم اتنين ابدأ اعلى في المستوى اعلى. السباك بدأ يفتري. هاخد مين يا ولاد؟ هاخد حاجه اسمها فنتريكلز اوف هارت. في الهارت مش كان بيكون من اتريوم وفنتريكل؟ قال لك الفنتريكل ده تبعي بس. اتنين تلاتة اغلب البلاد فيزل. عد معايا كم مكان لحد دلوقتي؟ تلاتة. واحد دايليتور بيوبيل مصر. اتنين فنتريكل. تلاتة موست اوف بلاد فيزل. مكان اللوجيك ياخده ادرينا المضلة. حتى ادرينا المضلة الفوق الكلية. عارفين ده بيطلع ايه في جسمنا؟ ادرين وانا؟ نور ادرينالين. لكو ان تخلي تعمل في الضغط؟ ترفع الضغط. يبقى الطبيعي مين اللي يسيطر عليها؟ سيمباثيك ولا بارا؟ سيمباثيك. صح ولا لا؟ ادي اربعة. نعم هقوله دلوقتي. خمسة سويت جلاند. عرقك سيمباثيك. عرقك ايه؟ سيمباثيك. وعضلة كرتونية كده شوفها في افلام الكرتون اسمها اريكتور باي لمصر. عارفين بتعمل ايه؟ اريكتور بتقف شعرك. اتفرج على افلام الكرتون توم اند جيري هتلاقيها. خلاص يبقى انت عندك ست اماكن اكسكلوسيف سيمباثيك. مين اللي قاطهم معايا؟ مين اللي قاطهم؟ واحد اسمها ايه؟ دايليتور بيوبيل ماسل. ها فينتريكلز اوف هارت اغلب البلاد فيزل. وبعدين ادرينا المضله ثم سويت جلاند واريكتور باي ماسل. سؤال يا اولاد مين اللي مسيطر على حياتك؟ سيمباثيك ولا بارا؟ بارا. بارا حياتك بارا. والاكسبشن هو السيمباثيك. دلوقتي انت قاعد ريلاكسد في الحصه ولا انت في البيت هاديه وكلام ده كل ده مين؟ بارا. ما عدا الاماكن الحصريه اللي تبع مين؟ السيمباثيك. يعني ده اسمه الكنترول او التون النورمال اللي تحت سيطره مين؟ البارا. ما عدا الاماكن اللي تبع مين؟ السيمباثيك. صح ولا لا؟ نعم. هو لما الجنجليا تبع موجوده جوه الاورجن ازاي هتتوزع على الاورجنز الثانيه؟ وكل اورجن هيخدم كل نيرف طالع له لوحده. مش المفروض الجنجليا دي بيطلع منها 9 بحيث انها تتوزع على بقيه الاورجن؟ 9 يعني بيخش ده بيخش اوكي ماشي جوه. وعلى فكره انت عايز كلام دقيق. هي بتبقى امبيدد في الاورجن او نير ذا اورجن عشان يبقى كلام دقيق قوي. ففي اورجنز بتبقى جوه الاورجن وفي حاجات نير ذا اورجن. يعني لما يبقى الجنجليا جوه الاورجن يبقى هو خلاص ليه هو بس. ولاد الحته بقى الحسوكه دي انت عندكم مدير في السيولوجي صح؟ عيشوا معاهم فيها صح ولا لا؟ يعني اتحسوكوا في الحاجات دي في السيولوجي يا ولاد. لكن دي ايه؟ فارماكولوجي.
لسه جايين في الادويه الوقت ما تلاقوش. نعم دكتور، هو الانسان في وضعه العادي بيبقى بارا بارا اقصد هيادات، انت انت كان نيوترال، بس مين اللي للابر هاند؟ يعني انت عندك اثنين بيتصارعوا، في في الاثنين بيتخانقوا، بس مين اللي كسبان شويه؟ البارا. يعني هم دايما شغالين. اه طبعا مفيش حاجه اسمها لا خلاص. حلو كلام. قول هو ايه اللي بيتصق الجامد ده؟ هو اصلا جامد من جوه الارض لازم يكون موجود. ما هو اصلا موجود هو. بس يبقى في بوسنج يونت لازم يجري على جنبي، فاهمني؟ حتى لو قصير بس لازم يطلع نرف. تمام حلو خلاص. طيب ولاد احنا اتفقنا مع بعض اتفاق سيمباثيك وبارا. مين بتاع الخناقه؟ سيمباثيك. مين بتاع الهدوء؟ بارا. تعالوا بقى نعلى من المستوى بقى شويه. الجدول ده هناخده في الفسيولوجي، بس في الفسيولوجي هتقف عنده فسيولوجي. لا 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 لا، انا هنا بقى عايز ادخلك في عالم الطب، عالم الفارما والادويه عشان تريحني بالراحه. خلاص بقى على الحق. اول حاجه الشطار فيكم هيلقطوا، انا عايز اعمل مقارنه ما بين السيمباثيك والايه؟ عندي ثلاث عوامل رئيسيه. الحاجات الانفرنت الجسميه دي بقى مين؟ كاردي فاسكولار سموث ماسل اكسوكراين جلاند. حد يعرف يترجم لي ترجمه حرفيه كلمه كاردي؟ يعني هارد فاسكولار اوعيه، والاثنين بيتحكموا في الرد ايه؟ بريشر. يبقى لما اقول لي كاردي فاسكولار غطي لي الثلاث ايتمز اللي هم مين؟ هارد بلاد فيزل بلاد ايه؟ بريشر. على الهارد بتعمل ايه يا عم السيمباثيك؟ اسمعني، بزود لك اول كاردك بروبرتي. تعال اعلمك بقى الكلام جديد لو سمحت. ما هي خصائص القلب؟ مش القلب ده مطول؟ القلب بينقبض، بينقبض الفنتريكولار كونتراكشن. يبقى اول حاجه اسمها كونتراكتيف، اسمها ايه؟ ساعات يا اولاد بسميها اينوتروبيك. اسمها ايه؟ اينوتروبيك. مش القلب ده بينقبض بريت معين؟ صح ولا لا؟ حلو. اسمها الهارت ريت، او ساعات بيسموها كرونو تروبيك. اسمها ايه؟ اللي هي الهارت ريت. ولاد انتوا عارفين ان مصدر الكهرباء في الهارت جاي من ايه؟ من حته هنا اسمها الاس نود. هتروح لحاجه اسمها الايه؟ الاي في نود. حاجه اسمها الايه؟ اي في نود. ثم تروح الكهرباء لمين؟ خلاص ماشي يا ولاد. لو سمحت في عندك ثلاث انواع من توصيل الكهرباء في القلب. يا اما توصيل الكهرباء جوه الاتريوم شخصيا لباقي الاتريوم، يا اما توصيل الكهرباء لمين؟ للفنتريكل. ثم توصيل الكهرباء فين؟ في الفنتريكل. انا عندي توصيل فين؟ في الاتريوم. توصيل فين؟ في الفنتريكل. وتوصيل بينهما في مشكله. عندك كم توصيل في الكهرباء في القلب؟ ثلاثة. توصيل الكهرباء جوه الايه؟ اتريوم. توصيل الكهرباء جوه فين؟ ثم توصيل من ايه؟ ما بينهما. في مشكله عند حد؟ ها؟ طيب مشكورا مشكورا مشكورا. اوصل انا كسيمباثيك بزود كل انواع البرودكشن اللي هو ايه؟ في الايه؟ في الاتريوم وفين؟ في الفنتري و اسمه ايه في كوندكشن. حد عارف بس كلمه ايه في كوندكشن؟ اتريو فنتريكولا. اسمها ايه؟ اتريو ايه؟ فنتريكولا. اتريو فنتريكولا. الاي في كوندكشن ده ولاد ساعات بيسموه اسم تاني، اسمع الاسم الحلو ده، درومو تروبيك. درومو ايه؟ تروبيك. يبقى لو سمحت لو سمحت، انا اتعلمت النهارده معاكم ثلاث كليمات جديده، ثلاث كلمات جديده. حد هيساعدني فيهم؟ حد هيساعدني فيهم؟ هيقول لي ايه؟ كونتراكتيفيتي. لا اسم تاني. انوتروبيك. كونداكتيفيتي اسمها درومتروبيك. والهارت اسمها ايه؟ كرونوتروبيك. لو سمحت انا عندي مش موجوده في الكتاب، فانت تعمل ايه؟ تقوم جاي هنا وتقوم كاتب كلمه بوزيتيف كورونو درومو تروبيك. ما تتوهش مني ما تتوهش مني ما تتوهش مني. نعم ما تتوهش. ايه اهو بيشوف بيزود خصائص القلب كلها.
بيزود الكونتراكشن بسمع ايه؟ اينوتروبيك. الهارت ريت بسمع ايه؟ كورونوتروبيك. بيزود الكونتراكشن بسمع ايه؟ دروموتروبيك. تاني اللي جاي متاخر بس والنبي انا بقول السمباثيك. بيزود كل خصائص القلب. بيزود كل خصائص الايه؟ القلب. فسموها بوزيتيف اينو بوزيتيف كورونو بوزيتيف درومو. قال لي ان الفورس اوف كونتراكشن لها كلمه مرادفه اسمها اينوتروبيك. الفورس اوف كونتراكشن اسمها ايه؟ اينوتروبيك. طب الهارت ريت اسمها كرونوتروبيك. طب التوصيل الكهرباء من الاتريوم للفنتريك اسمها دروموتروبيك. يبقى لو سمحت انا بوزيتيف ايه؟ اينو كورونو درومو. تمام. على الجاد فيزيت الجماعه اللي بيتخانقوا قلبك لما اشتغل كتير عايز دم كتير ولا لايم؟ كتير. يبقى لازم تعمل فازو دايلاتيشن للكورونا. يعني ايه الكورونا اللي هو يا ولاد؟ الشرايين التاج اللي بتغذي مين؟ لازم اوسعها ولا لا؟ رقم 2 وانت بتتخانق يا راجل وانت بتلعب رياضه محتاج العضلات ولا لا؟ يبقى لازم اعمل فازو ايه؟ دايلاتيشن. بس خلي بالك لازم اضيق في اماكن اخرى والا ضغطك ينهار. يبقى اعمل فازو كونستريكشن للسكن اند ميوكاس ممبرين. سكن اند ميوكاس ايه؟ ممبرين. يبقى الشاطر لما اساله السمباثيتك بيعمل ايه في الضغط هيعرف يرد عليا اللي فاهم. بيعمل فازو ايه؟ دايلاتيشن لمين؟ لمين؟ السكن ده الان كوراري مقابل فازو كونستريكشن للسكن اند ميوكاس ممبرين. في مشكله على البلد بريشر يا اللي بتتخانق اخبار ضغطك ايه؟ عالي. تعالوا نروح للباراسمباثيك وانا مريح قاعد مريح تماما اخبار الهارت بتاعي ايه؟ ديكريز. بس الشطار فيكم قوي 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 هيجي يكتب هنا نيجاتيف هيقوم كاتب كلمه نيجاتيف كورونو نيجاتيف درومو ويسكت. حد يعرف هذا الطالب المتميز الغريب جدا كتب الكلام ده ليه؟ كتب نيجاتيف كورونو نيجاتيف درومو وقبل ان هو يكتب نيجاتيف اينو. شفت لما قال لك ايه؟ قال لك يا دكتور انت قلت ان البارا مش بيوصل لمين؟ للفنتريكل. مش الفنتريكل كان من ان الست اماكن الاكسكلوسيف تبع مين؟ السمباثيك. والكونتراكشن ده جاي منين؟ من الفنتريكل. الكونتراكشن ده بتاع مين؟ الفنتريكل. ولاد الكونتراكشن ده بتاع مين؟ الفنتريكل. هو البارا بيوصل للفنتريكل؟ لا. يبقى لو سمحت البارا مراجع رقم مين؟ بالفنتريكل. يبقى هو اخره يعمل ايه؟ يقلل الهارت ريت ويقلل الكونتراكشن. جاي لمين؟ الهارت ريت ويقلل مين؟ الكونتراكشن. معايا؟ حلو. في كلمه غريبه في الكتاب لو حد مركز قوي قال لك بيقلل خصائص القلب معانا حاجه اسمها الاتريال ايه؟ كوندكشن. حابب تفهم كل كلمه في كتابك انا معاك طبعا. احنا اتفقنا في عندنا كام توصيف في القلب يا اولاد؟ اتريال فنتريكولر وحاجه في النص. قال لك لو سمحت لو سمحت لو سمحت هو بيقلل الكوندكشن في النص صح؟ وجدوه بيزود الاتريال كوندكشن. بيزود مين؟ الاتريال كوندكشن. بيزود اتريال كوندكشن. طيب على البلاد فيزيت البارا هيعمل ايه؟ ولا اي حاجه. ليه؟ لان احنا قلنا في اول الحصه ان في ست اماكن اكسكلوسيف تبع مين؟ السمباثيك. كم منهم البلاد ايه؟ فيزيت. على البلاد بريشر اخبار ايه؟ الضغط ممكن ايه؟ يقل حاجه بسيطه. يقل ايه؟ حاجه بسيطه. خلاص؟ نعم. طيب هو ايه الكونتراكشن؟ لكن كلمة اينو طيب على الاي ها على الاي وانت بتتخانق اتخيل والله اعلم عينك بتوسع بيبقى عندك حاجه اسمها مدرييزس. حاجه اسمها ايه؟ ما تيجي على باب المساوي يا ولاد نعرف اسمها اسمها
اكتيف ميدريز ما اكتيف ميدريز بدل قلت اكتيف يبقى اكيد في حاجه اسمها ايه باسيف او ان اكتيف صح ولا لا طب حد كده شاطر من اللي كانوا لهم في الجنرال فارماكولوجي يقول لي يعني كلمه اكتيف وانرجي صح ولا لا يبقى اللي حصل ايه اصل لك انت عندك نوعين من الميدريزس لو انت جبت عضله وشغلتها وكونسيوم اي تي بي اسمها اكتيف ميدريزس وده اللي حصل هنا عضله اسمها دايليتور بيقول لي ايه ماسل لكن انا عندي طريقه ثانيه ممكن اوسع لكم بقى العين على فكره عارف اعمل ايه مش في عضله بتضيق العين لو انا جيت وقفتها وشلتها فالعين تفتح لوحدها صح يبقى ده اكتيف ولا باسيف لكن احنا في حالتنا اسمها ايه اكتيف فهمني ولا لا اما الباراسمباثيك على الاي لو سمحت مشكورا بقلمك اكتب لي صديق الاي تقول لي ايه الكلام الكبير ده اقول لك تعالى شباب بص عندي الوضع كذلك لو انا اخذ مقطع في عين حضرتك بهذا المنظر ركزوا معانا ونبقى حد يوي اخذ مقطع بهذا المنظر دي مين ده اسمه الايرس حد عارف الايرس اللي هو بالعربية بالعربية القزحية اللي لونه بيختلف من واحد للتاني فيه خلاص ده لما بيقرب بيعمل ميوزس ولما يبعد يعمل ميدريزس دي اللي بيسموها الفيوبل او البؤبؤ او الحدقه تمام دي مين يا اولاد دي اللينس ربنا مدي لحضرتك اعظم عدسه في الكون ليه اي واحد في حضراتكم لو بص بعيد قوي 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 لابعد نقطه في الدنيا ورجع بص في موبايله او في الكتاب هل بيحصل له مشكله ما اعتقدش عايزك بموبايلك الجميل تحاول تصور لي حاجه بعيده وحاجه قريبه تضطر تعمل حاجه اسمها زوم ايه اوت وزوم ان ولا ايه رايكم ما بنحسش بالكلام ده ولاد في عيننا ليه عارف ليه لان ربنا مدي عين حضرتك نعمه خرافيه بص والنبي عندي وعيش معايا اللحظه دي العدسه بتاعتكم اسمع الكلام الجميل الاستيك مش ثابته متعلقه في ليجامنت في اربطه والاربطه ماسكه في عضله خطيره قوي اسمها السيلياري مصل والنبي كده بص عندي لما العضله دي بتكونتراكت يا اولاد بص بتكونتراكت كده فمين يريح الليجامنت ولما الليجامنت ده يريح مين تبقى براحتها قوي فتبقى مور كونفكس قوي ارجعك للفيزيكس وثانويه عامه العدسه القويه او الكونفكس او المحدبه قوي بتجمع الحاجات القريبه قوي فتخليك تشوف الحاجات القريبه من غير ما عينك تزغلل هتاخدها في الفسيولوجي تحت عنوان اسمه اكوموديشن تو نير فيجن تشوف الحاجات القريبه بمنتهى الاريحيه فاهمني ولا لا سسبنسري ليجامنت وعرف بقى سيلياري ايه مصل ادي اول خدمه الفرق بيعملها لحضراتكم رقم 2 بيعمل لك خدمه بيضيق عينك فيضيق النور اللي داخل العين سيادتك اسمها مايوز ما ايه بعض اسمها كوليستريكتيف بيبل مصل صدقني الخدمه الكبيره اللي كلنا ممتنين ليها لسه ما قلتهاش ولاد انا عندي هنا حاجه اسمها سيلياري بادي ده مسؤول عن افراز حاجه اسمها الاكواس هيومر عايزك تفتح اي كتاب
هتلاقي العين اي بول كوره صح ولا لا؟ زي ما تقول لك الاي بول، الاي بول العين دي بيطلع منها جواها سكريشن مش الدموع، اسمه الاكواس ايه؟ هيمر. ده بيغذي عين حضرتك ثم يتجول في العين لغايه لما يحصل له يتسرب في حاجه اسمها الكنال اوفشلام، مش مهم الاسم دلوقتي، كنال، ويبدا يتصرف فيها. خلي بالك خلي بالك، عايزك تحط معايا سيناريو تخيلي ان السائل ده طلع وما استربش، كوره جواها سائل فرقع بس مش الدرجه، البريشر اخباره فيها جوايا عالي. عارف لو البريشر في العين زاد ممكن يضغط على العصب بتاعك وقد يؤدي الى قدر الى حاجه اسمها عمى، بلايندنس، في مرض مشهور جدا 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 اسمه جلوكوما. عارفين جلوكوما ده اللي هو ايه يا ولاد بالعربي؟ الميه الزرقاء، الميه ايه الزرقاء، بيسموه حرام البصر. فهمت الفكره؟ كل التحيه والتقدير من قلوبنا للبارس امباسادك. بص على السبوره معايا بيعمل ايه البارا؟ بص بص، بيكونتراكت السيلير المصري هنا صح، فيبعدها عن مين؟ الانجل. وبياخد الايرس هنا عشان يعمل مايوزس، فيبعده عن مين؟ الكنال. اخبار الكنال ايه؟ تفتح قوي، فلما تفتح قوي السائل يتسرب كويس صح، ولما يتسرب كويس ضغط الاخبره ايه؟ يقل يقل ولا لا؟ يبقى لو سمحت هذا البرس امباسادك مسؤول عن حماية كل اللي قاعدين قدامي من حاجة خطيرة جدا اسمها ايه؟ جلوكوما. يبقى لو انت ذكي وبتربط الاحداث ببعضها، لو انا طلعت لكم دواء يشغل البرس امباسادك يستعمل في علاج ارتفاع ضغط العين ولا لا؟ وعلى الجانب الاخر لو انا طلعت دواء بيضرب البرس امباسادك اكتر حاجة تخاف عليها مين؟ لان ضغط العين ممكن ايه؟ يعلى. فاهمين دي ولا لا؟ يبقى لو سمحت انا عايز ابدا بقى اربط بقى، مش في السيولوجي بحت، لا انا عايز طب. قول لي صديق العين ايه؟ كونتراكت الكونستريكتور بيبيلي، عملت حاجه اسمها ايه؟ رقم 2 سيلير ماسل. قول لي كسبت ايه؟ اكونتشن 2 وفتحت الكنال وايه؟ اشلم. عملت ايه في ضغط العين؟ قللت، اسمها انترا اوكيولار بريشر، الاي او بي اسمها انترا اوكيولار ايه؟ بريشر، انترا اوكيولار بلاش. يبقى نحط قاعده للحياه، البارس امباسادك صديق ولا عدو؟ الاي صديق قاما واحدا. معايا ولا لا؟ ولكن تعال على البرونكاي، وصديق اليوم قلب عدو الامس. لا بسرعه بقى عشان لسه تحس فيها كتير. عايز ايه؟ كونستركتور بيبلي مايوزس والسيليا اللي مصر خلاص تشوف الحاجات دي قريبه وفتح الكنال، فسائل العين اخباره ايه؟ قلب. ماشي؟ طيب تعالي بقى عالبرونكاي، عالبرونكاي عمل ايه يا ولاد؟ عالبرونكاي السمباثاتك يا اللي بتتخانق محتاج اوكشن كتير ولا لا؟ برونكو ايه؟ دايلاتيشن. اما الباره كان صديق اصبح للاسف عدو، بيعمل برونكو ايه؟ اسبان. اثبتها لك في حياتك العمليه وانت في المستشفى، اغلب حالات الرب والشعبي البرونكيا الازمه عارفه هتجيلك امتى؟ هتجيلك الساعه 4 5 الفجر. يبقى عندك نام وانت نايم، مين في جسمك بيزيد، السمباثيك ولا البارا؟ البارا. يجيلك على الساعه 4 5 الفجر عمال يخبط عليك ويقول لك الحقني مش عارف اخد نفس. فهمني ولا لا؟ حلو. جي اي تي والله اعلم، يعني ذوقيا ما ينفعش وانت بتتخانق تروح الحمام، مش هيسمح لك اصلا صح ولا لا؟ يبقى لازم يمسك السفنكتر، السفنكتر يعني محبس، لازم يكون تراكت الايه؟ السفنكتر، ويريلاكس مين؟ الوول، يقلل التلو والموتيليتي، يقلل حركه الايه؟ الجي اي دي. على عكس وانت فاضي يا عم خش راحتك الحمام، يكون تراكت مين؟ الوول، ويريلاكس ايه؟ هتعلم معاك ايه اللي بالي كلينيكال، ايه اللي بالي حاجه في حياتي العمليه، انا عايز فارما. كونتراكت الوول يا اولاد لو زاد يعمل كلمه خطيره عايزك تتعلمها النهارده، مغص. حد عارف مغص بالانجليزي ليه ايه؟ كوليك. كوليك. يبقى نحط كلمه بيننا وبين بعض، الباراس امباثاتيك يعمل ولا يعالج الكوليك؟ يعالج البارا. البارا يعمل ايه؟ يعمل كوليك.
لانه بيعمل ايه؟ كنتراك ايه؟ وعمت الناس، عمت الناس عارفة ان دايما المغص مع اسهال. هاي كنتراكت الولو راكس مين؟ السفنكتر. يبقى البارة بيعمل مغص وايه؟ واسهال. يبقى لو انا طلعت دواء يعكس البارة سمباساتك فيعالج مين؟ المغص والاسهال، يعالج الكوليك والدائرية. صح ولا لا؟ الحس بالنسبة لي مهمة جدا. انت لو مخمخت معايا في الجدول ده هنخلص نص الشابتر بهدوء مطلق. تمام؟ كمل معايا. ها عاليوريناري نفس الكلام، هو مش هينفع ادخل الحمام. هاي ريلاكس الاولى كونتراكت مين؟ وهنا كونتراكت الاولى ريلاكس مين؟ السفنكتر. يبقى البارا، وتعالى نحطها قاعده، اللي هيدخلك الحمام هيدخلك جميع انواع الحمام، فاهمني ولا لا؟ واللي هيعمل منع دخول الحمام هيمنع منع دخول الحمام. صح ولا لا؟ خلي بالك خلي بالك خلي بالك. سكس اورجان، هنا السمباثيك والبارا مش عكس بعض، بيكملوا بعض. هنا البارا مسؤول عن عمليه الاريكشن في الميل، اللي هي عمليه الانتصاب. اما البارا السمباثيك مسؤول عن عمليه الايجاكيوليشن، اللي هي القصف عند الرجال. اليوترس اخباره ايه؟ هيريلاكس اليوترس في الفيميل. انا عايز كلام دقيق لو سمحت، زودها عندك. ان ليت بريجننسي، زودها عشان ما نختلفش. ان ليت بريجننسي، مش عايزين نخسر بعض. طب تحب تقول بقى اجابه نموذجيه عندك؟ بس الكونتراكت ان ايرلي بريجننسي. يو كونتراكت ان ايه؟ يعني في اول 3 شهور، لو الرحم لسه في اول 3 شهور او رحم فاضي يعمل له كونتراكت، لكن في الاخر بيعمل ايه؟ ريلاكس. في الاخر بيعمل ايه؟ ريلاكس. في مشكله؟ سهله؟ تمام. تاني يا اولاد، يعني بس مش طالبه ان الست كل ما تتنرفز تتخانق مع جوزها تروح تولد له مره واحده على نفسها. ده لوجيك، فاهم الفكره؟ تمام. طيب السلايفا اخبارها ايه وانت بتتخانق؟ عايزك تتخانق وانت في عز الخناقه، اخبار السلايفا بتاعتك ايه؟ بتقول لا هي مش بتقل، بس بتلزق، بتبقى فيسكس لزجه. اصل ما ينفعش تبقى لغايه كده يا اولاد، هيبقى شكلك وحش قوي وانت بتتخانق. كده بتتخانق مع واحد كده لك بيريل وشكلك وحش قوي، فبتبقى ايه؟ لزقه. سيكوا ايه؟ وفيسد لزجه. اما الباره، روح يا عم روح عشان ما تزعجش، روح للطفل وهو نايم عشان ما تزعجش. اخباره ايه؟ الطفل ها؟ بيكون ايه؟ بيريل، خلاص؟ عنده سلايفيشن، بروفيوز يعني كتير ووتر ايه؟ سكريشن، تمام؟ العرق، هنا اخباره ايه؟ بيزيد، وهنا؟ ها؟ نو افكت. انك عندي 6 اماكن حصريه واحنا عرقنا طالع مين؟ تبع السمباثيك. بنهايه الجدول ده احنا اتفقنا معاكم. بص يا ولاد، الجدول ده سهل بس انا ممكن اطلع منه كميه معلومات تخلص الشابتر كله. عارف ليه؟ انا هاخد 4 مجموعات من الادويه، مجموعه شبه السمباثيك، ادويه شبه مين؟ وادويه شبه مين؟ وادويه عكس ده وادويه عكس ده. هغششكم كده واشوف مدى ادراككم للموقف. هديك دواء اسمه نيوستجمين، اوكي؟ هقول لك معلومه عنه واحده بس. الدواء ده يا اولاد اسمع، بيشغل الباراسمباثيك. دي المعلومه الوحيده اللي هغششها لكم، صح ولا لا؟ هطلب منكم عده طلبات. حد يقدر يتوقع الدواء ده بيعمل ايه في القلب؟ يسرع ولا يبطئ؟ يبطل القلب، صح ولا لا؟ حد يتوقع الدواء ده صديق ولا عدو للعين؟ صديق. يعالج الجلوكوما، صح ولا لا؟ هل الدواء ده ينفع ولا ما ينفعش لمريض برونكيال ازمه؟ لا ما ينفعش. عارف انت عملت ايه دلوقتي؟ انت عرفت اكشن بتاع الدواء ما ذاكرتوش لسه، وعرفت استعمال ليه، وعرفت ممنوع في مين، فهمت حاجه؟ هل الدواء ده يعمل كوليك ولا يعالج كوليك؟ يعمل لانه بيكون دراكت مين؟ الرول. فهمت حاجه ولا لا؟ يبقى مشكور كل اللي انت جاست كنت مطلوب منك تعرف الدواء اتجاهه ايه في الحياه. فاهمين دي ولا لا يا ولاد؟ معايا؟ نعم. لا انا بتكلم على البلادر واليوريثرا والكلام ده، خلاص؟ واخرك ممكن تاخد معايا اليوريثرا، لكن لا. تمام؟
يعني بنهايه الجدول ده انت قلت لي ان السمباثيك والبارا تقريبا طلعوا عكس بعض ما عدا الاتريال كوندكشن. السمباثيك بيزود كل انواع الكوندكشن والبارا زود الاتريال ايه كوندكشن. وكمان حكايه الايه يا اولاد السلايفا الاثنين بيزودوا الايه السلايفا. بس اخبارها ايه في السمباثيك شكلها ايه؟ فيسكس والبارا ووتري. ماشي كده. كيميكا ترانسميتر ساعدني مشكورا بقى. هاي السنداسة مهمة جدا على الصفحة. يا إما ترسمها معايا على السبورة يا إما يا إما يا إما هتصورها اللي يريحك. طيب بالراحة بقى كده خالص. في حاجة عندي حاجة اسمها كيميكال ترانسميتر. حاجة اسمها ايه؟ كيميكال ترانسميتر. أنا عندي اتنين كيميكال ترانسميتر في الدرامات. واحد اسمه نور أدرينالين، واحد بطل اسمه أستايل كولين، والنسبة بينهم 6-1. 6-1 بطل. خلاص ما اسمها 6-1 مرة. ايوه السيمباتيك والبارا سيمباتيك اللي هو ايه؟ ان البارا كان اخد عضلة بشكل اكسكلوسيف. حد فاكرها دي؟ كونستريكتور في بيلي ماسل. السيمباتيك اخد 6 اماكن حصرية. حد يفتكر معايا دايليتر بيوبيل لمصر فنتركلز اوف هارت بلاد فيزل السويت جلان ادرينال مضله اريكتور باي لمصر. بصوا ده لو انا رسمت قدامكم المنظر ده حد شاطر يقول لي ده سيمباتيك ولا بارا؟ كما إن اللي قالوا سيمباثيك عفوا يدفعوا عن وجهة نظرهم. اللي جاي متأخر يقول لك نيرف الأوتونوميك عنده حاجة اسمها جانجليا. حاجة اسمها إيه؟ على حسب مكانها بتحسمي قرارك. لو الجانجليا هنا يبقى سيمباثيك، لو الجانجليا بعيدة يبقى برا إيه؟ وصلت؟ تعال نشوف شوف ذكائك وصل لأي درجة. سيمباثيك ولا بارا؟ يعني انت نظرتي عمر وصل معاك لانهي مدى؟ انت بتعمل كده ليه؟ مسكت في مشكله يعني شايف مثلا ايه؟ بس سيمباثيك تمام. المهم ما هو زي ده زيه. بس تعالى اهو ده ايه ده بقى؟ بارا. خلاص؟ ليه بارا؟ ممتاز. طب لو رسمت دي يا ولاد وقلت لك ان دي اسمها ادرينال مضله يبقى ده مين؟ سيمباثيك. لان ادرينال مضله بتاخد مين فقط؟ سيمباثيك. طب لو قمت راسم دي وقلت لك دي سكيليتال ماسل عضله بمزاجي فولنتري سوماتيك يا ولاد. اكيد يعني مثلا وانت نايم عضلاتك عماله تنطش في الخلق ما تعيله الكلام يبقى اكيد ايه؟ سوماتيك فولنتري صح ولا لا؟ بالراحه بقى كده بالراحه. انا عندي كام كيميكا ترانسميتر؟ اثنين. واحد هيظهر ظهور مفاجئ نور ادرينالين هيجي في المكان ده بس. حد يعرف نوصف مع بعض دي جانجلي صح؟ ده اسمه بري وده اسمه ايه؟ يبقى هو موجود في البوست جانجليونيك سيمباثيك. بوست جانجليونيك ايه؟ في مشكله؟ مين هيرد عليه؟ أصلي إيه؟ كولين موجود في كم مكان؟ 6 أماكن. والنبي كله ركز معايا في اللي أنا بعمله ده. أول مكان هيعبر عن نفسه فيه يا ولاد يقول لي تعالى لي أنا موجود هنا. حد يعرف أنا المكان ده اسمه إيه؟ بوست جانجليونيك باراسمباثيك. حد عنده مشكلة حتى هذه اللحظة؟ ها البارا أعلن استيلاؤه على كل الجانجليا. قال أنا موجود في كل الجانجليا. موجود في كل ايه؟ حد عنده مشكله؟ يبقى كل البوست جانجليونيك
بتاع مين؟ وكل البري سواء مين؟ سيدنا او والادريه المضله. عافيه كده. ادريه المضله. حاضر. ادريه ليه؟ مضله. يبقى كم مكان لحد هذه اللحظه؟ ثلاثة. حد يعرف يقولوا معايا؟ بوست جانجليونيك ايه؟ بارك. كل الجانجليون. ومين كمان؟ ادريال ايه؟ مضله. في مشكله عند حد؟ ما فهمت اللي فوق. هذا ايش مكانه؟ ولاد هو الامبرس هتلاقيه من هنا ازاي؟ هيطلع اصلا من هنا يستقبل الريسبتور هنا. هو كيميكا الريسبتور يعني ايه يا ولاد؟ انت شايفين يعني حتى لو بالبلدي كده قلت لما تتعمقوا في الفسيولوجي انت شايف ان هنا متصلين ببعض ولا في انفصال؟ في انفصال. يبقى الامبرس اتنقل ازاي؟ هيطلع من هنا ترانسميتر يشتغل على الريسبتور هنا ثم تكتمل الكهرباء. فاهمين دي ولا لا؟ معايا؟ خلاص؟ انا قلت كم مكان؟ نسيت. واحد. بص يا جماعه مين؟ بار. كل الاوتونوميك ايه؟ جانجلي. والادرينال ايه؟ اطلع فوق. سيب ناس. في دماغك في استركولين. انزل تحت عند العضلات. حد يعرف الحته دي في الطب بيسموها ايه؟ اللي ما بين النيرف والعضله بيسموها ايه؟ نيورو ماسكولار جانكشن. اسمها ايه؟ نيورو ماسكولار ايه؟ انا قلت كم مكان اللي مركز بس؟ خمسه. بص جانجليونيك مين؟ بارا. كل الادرينوميك ايه؟ جانجلي. ادرينال ايه؟ مضله. طلعت فوق مين؟ نزلت تحت مين؟ نوسفر ايه؟ جانكشن. والاستايل كولين قرر في لحظه ياخد اماكن من السمباثيتك. كان المفروض يطلع عندها مين؟ مش المفروض البص جاي يقول السمباثيتك كان مين اللي طلع عنده؟ نورادرينالين. قام راح طلع مين؟ الاستايل كولين عند الغدد العرقيه لسويت ايه؟ جلان اللي بتظبط الحراره. ثيرمو ريجيولاتري منظمة الحرارة. والبلاد فيزل بتاع السكيليتال ماسل اللي كان بيعمل مصل ولا ديجي. تاني ما تتوهش مني خالص. ما تتوهش. هقول دي واخد ريست بعدها ما تقلقش. لو سمحت. السايل كولين اخد طلع في مكانين تبع مين يا اولاد؟ سمباثيتك. كان المفروض مني يطلع عندهم. مين بقى المكانين دول؟ السويت جلان غدد الحراره والبلاد فيزل بتاع مين؟ السكيليتال ماسل. خلاص كده؟ دول طلع عندهم مين يا ولاد؟ في المفاجاه بالنسبه للجميع. استايل ايه؟ حد يقدر يساعدني مشكورا ويعد معايا اماكن طلوع الاستايل كولين في جسمي؟ سته. ابدا اعد معاك؟ بوست جانجليونيك باراسمباثيتك. وبالمناسبه وبوست جانجليونيك سمباثيتك مكانين مسروقين. حد عارفهم؟ السويت جلاند والبلاد فيزل في سكريبه. ايه كانت خلصت البوست جانجليونيك صح؟ تروح لمين؟ كل الاوتونوميك ايه؟ جانجلي. والادرينال ايه؟ اطلع فوق. انزل تحت. نيوروسكولار ايه؟ جانكشن. كان ده هم بالنسبه لي. في مشكله عند حد؟ نعلى بقى اخر لقطه في المستوى في الفسيولوجي اللي هي ريسبتورز. مش الاستاذ ده دي عصابه يا ابني. السايل كولين ده هيشتغل عن طريق ايه؟ ريسبتور ولا لا؟ حلو. يبقى لما يشتغل عن طريق ريسبتور محتاج حد يستقبله. محتاج حد ايه؟ في مشكله؟ تعالوا انا وانتوا نستقبله. محتاج ريسبتورز. والريسبتور بتعني الولاء التام ليه. هيبقى اسمها على اسمه. انت السايل كولين يبقى الريسبتور بتاعك اسمه كولينرجيك ريسبتور. اسمه ايه؟ في مشكله؟ قال لك الكولينرجيك ريسبتور اسمها ايه؟ كولينرجيك ايه يا ولاد؟ طلع في منها حاجه اسمها ماسكارينيك وحاجه اسمها نيكوتينيك. حاجه اسمها ايه يا ولاد؟ حاجه اسمها نيكوتينيك. والنيكوتينيك فيها نيكوتينيك ام ونيكوتينيك ان.
تنقل لي الكلام ده عندك ولا تنقل فيه لو سمحت. الكولينرج اللي سبته في منها نوعين يا ايه يا ماسكرونيك يا نيكوتينيك. والنيكوتينيك في حاجه اسمها نيكوتينيك ام ونيكوتينيك ايه ان. خلاص حلو الكلام. اكمل طيب. لسه انا بره كتاب. انا بره كتاب خالص. انا بره كتاب. ما تخش في حته لما ارجع له. ما تخش في حته لما ارجع له. انا بس بدي معايا سبورت. طيب مش حطها انا لما بره كتاب اقول ماشي. خليك بس على السبورت معايا. لا عايزين نجيب خلاص. المهم معايا لك ممكن بعد اذنك نحط افراد العصابه دول على الرسمه دي. هنحطها على الرسمه دي. انا عندي كام ريسبتور قدام عينك؟ ثلاثه. اثنين او ثلاثه. في ماسكارينك ونيكوتينك. بس النيكوتينك مالها؟ نوعين. نيكوتينك ام ونيكوتينك ايه؟ ام. قلت لهم بقول لكم ايه؟ اعترفوا. انتوا موجودين فين؟ اول واحده اول ما ضغطت عليها مفيش اعترفت هوا. اولا قلت لها انت اسمك ايه؟ قالت انا اسمي نيكوتينك ماسل. موجوده فين في الرسمه دي؟ باليورو. يعني دي واحده تافهه جدا. انت اسمك ايه؟ نيكوتينك ماسل. حطها لي على الرسمه. عند فين يا اولاد؟ نيوروماسكولار. ايه؟ جنكشن. عند نيوروماسكولار ايه؟ جنكشن. خلاص؟ حلو الكلام. طيب الماسكارينك. الماسكارينك ضغطنا عليها قلنا لها لو سمحت يا ماسكارينك انت موجوده فين في الرسمه اللي قدامنا؟ قالت انا بوست جانجليونيك. حد عارف يساعدني؟ احطها فين؟ فين؟ ماسكارينك. بوست جانجليونيك مين؟ والبوست جانجليونيك بتاع مين؟ في المكانين دول صح ولا لا؟ في مشكله؟ قلت ان نيكوتينك ان موجوده فين؟ قالت لي حطيني في باقي الرسم ومحدش هيقول لك حاجه. حد يساعدني انا احطها فين؟ صح ولا لا؟ تاني انا مستعد اقضي اليوم كله في الرسمه دي. بس الرسمه دي لو خلصت يبقى الحصتين اللي جايين خلصوا بالراحه. انا بحكي حدوته الكيميكال ترانسميتر والريسبتور. عندي كام ترانسميتر؟ اثنين. السايكلين و النور ادرينالين موجود في مكان واحد غلبان خالص. بوست جانجليونيك سيمبثال وسلام عليك. طب السايكلين موجود في كام مكان؟ خمسه سته. بوست جانجليونيك بار. وبوست جانجليونيك سيمبثاتيك سرق مكانين. السويت جلاند الثيرموريجولاتوري وبلاد فيزل في كده ليه؟ مصل. مظبوط. وبعد كده اخد مين كمان يا اولاد؟ كل الجانجلي. والادرينال ايه؟ وضلع مين؟ والادرينال عند مين؟ العضلات. نعم. ما هو البري جانجليونيك ده. ما هو البري اللي هو ده؟ اللي هو الجانجلي. هو الجانجلي بنعتبر معاها هي الاثنين واحد. خلاص؟ اوكي. سالنا بعد كده قلنا له يا جماعه الخير لو سمحتوا لو سمحتوا. فين؟ ماسكارونيك. اقول الريسبتورز. ال ان ام موجوده فين؟ ان ام طب الماسكارينك بوست جانجليونيك. خلاص. طب لو سمحت ال ان ام قالت لك موجوده فين؟ في الجانجليا. والادرينال ايه؟ من الله. والسنس ما حدش هيسالك في اي تفاصيل من دي. بس انا عايز منك ايه؟ لو سمحت الكل هيكتب ورايا في اي حته فاضيه ملخص الرسمه دي. هطلعها في ثلاث معادلات. ماذا يحدث لو شغلت الماسكارينك لو شغلت نيكوتينك ام ولو شغلت نيكوتينك ايه ام؟ ماسكارينك ايه اللي هيحصل؟ اكيدك شغلت مين في جسمك؟
بس ولا مع مين؟ السويت جلاند وفازو ايه؟ دايلاتيشن صح لا؟ يبقى مشكورا مشكورا هتقول لي الماسكارينك اكنك شغال جنين في جسمي زائد السويتنج زائد فازو ايه؟ دايلاتيشن. طب ال ان ام لو انا شغلتها هكسب ايه؟ مصل كونتراكشن. ولاد انا مستعد اعيد دي مره واثنين وثلاثه بس نخلص. ال ان ام حد يقول لي هو ان ان جاي من الرسم عارف يعني ايه ادرينال مضله؟ يعني بتطلع في جسمك ايه؟ ادرينال مضله بتطلع مين؟ ادرينال و عارفين دول بيعملوا في الضغط سيفير هايبر ايه؟ تنشن. يبقى لو سمحت بيكو تاني ان لخصها لي بهايبر ايه؟ محدش هيسأل معاليك ألف ده ده اللي أنا عايزه منك. الرسمة دي للفهم ربما تكون أخدها في الفسيولوجي مش 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 زنب أنا بس أنا معرفش أبني اللي جاي كله ألم كون التحرك بنيها فاهمني ولا لا معايا؟ هتقلقها في الفسيولوجي المفروض خلاص؟ بس أنا مش عارف أبني شغلة ألم كون مبني عليها معايا؟ طيب بس بس يلا مش مشكله ايه انا طب ما كنت تيجي 3 ونص انا عامل معاك تاني 3 ونص لكن انت هتعمل لي انترابشن النهارده ما ينفعش ادري ان المضله بتطلع ايه ادري ان المضله بتطلع ايه المشكله ايه المشكله اللي مش ادرينالين وايه ادرينالين الشغل كله مبني عليه يعني النهارده اللي ماشي ده شباب يلا لو سمحتوا اللي قاعد او ماشي براحته اللي قاعد او ماشي براحته بس يلا يلا بس النظام ده لو سمحتوا يعني مش خلاص يا جماعه مش هينفع معايا بعد كده ان حد نص الحصه يمشي دي مش اكسبت بالنسبه لي فاهمين دي ولا لا لان ابسط حاجه هيجي الحصه اللي جايه مش فاهم اللي بيحصل ايه فاهمين دي ولا لا براحتكم براحتكم حاجه مش مفهومه يلا يلا قال لي كده هبقى اقولها بالتفاصيل دي لسه هتكلم عنها لسه ما قلتش بس هي في كل مكان خلاص ماشي يا جماعه المواعيد اهي فخدوا نفسكم من بدري تمام المواعيد الورقه اهي خلاص ظبطوا مواعيدكم بدري عشان مش عايز ولاد الاوتونوميك يختلف تماما تماما عن الجنرال الحصه اللي هتقع في النص هتعمل لك انتربشن مزعج انا عارف انا بقول ايه الجنرال ما كانتش فارقه معايا الحصه بتقع ممكن تتعدي ونلمها في المراجعه وكده لكن ده انت هتنزعج وبتعمل لي ازعاج بعد كده مش عايز كده خلاص طيب اخر حاجه هختم بيها تعالى بعد كده نروح خلي بالك لو انت متابع معايا وماشي واحده واحده في الكتاب في معايا عندك اسمه كيميكال ترانسميتر حاجه اسمها ايه كيميكال ترانسميتر انا اي حاجه مكتوب عليها اسم دخلت كتب عليها مؤجله اي حاجه بس دخلت كتب عليها ايه مش هتكلم عنها انا هبدا بمين بالبارا يبقى لو سمحت ما تسالنيش عن حاجه في فيك الوقت البارا
كان مين الكيميكال ترانسميتر اللي عند الجانجليا؟ ومين اللي عند البوستر انجليونيك؟ الاستايلكولين. خلاص كده لو بقى يدردش معاك في خطوات تصنيع الاستايلكولين اكتب لي عليها ريدنج ما تفرقش معايا. الاستايلكولين بيتحد مع ماده اسمها الكو اي، يعني اسمها الاستايلكو اي يعمل الاستايلكولين، مش مهم خالص ولا تفرق معايا، اكتب لي عليها ريدنج. الكلام ده كله يبدا الاستايلكولين يتخزن في فيزيكال، يعني لو انا هكبر لك المنظر ده يا ولاد، هكبر لك اي منظر بيطلع فيه الاستايلكولين هيبقى عامل المنظر ده يا ولاد. ده اسمه نيرون وده اسمه فيزيك. اسمه ايه؟ فيزيك. خلاص حلو الكلام. حد يعرف فكره الترانسميتر بيطلع ازاي؟ اي حاجه موجوده في فيزيكال بيطلع في جسمك ازاي في الفيسيولوجي او في الباي او حاجه؟ باختصار باختصار بيطلع حاجه اسمها ديبولاريزيشن. حاجه اسمها ايه؟ يدخل الصوديوم ويطلع، يبدا الكالسيوم يزيد فيقوم مربشر مين؟ الفيزيكال، ويبدا يطلع ترانسميتر. خلاص الكلام ده كله برضو من بالنسبه لنا كفارماكولوجي جاست تكتب عليه الريدنج، مش محتاجه منك في حاجه خالص، اللي هي الاستورج والريليز والكلام ده كله. خلاص يعني كل ده انا مش محتاجه منك، اللي محتاجه منك الفيت تكتب عليه هام. ايه مصير الاستايلكولين في جسمك؟ كلمه واحده، الاستايلكولين بيتكسر. الاستايلكولين بقى له بيتكسر ليه؟ انا بقول لان ان شاء الله هناخد النور ادرينالين يا اولاد ليتر اون، النور ادرينالين بيرجع. الاستايلكولين بقى له بيرجع. خلاص ده رقم واحد. لو سمحت الاستايلكولين مهزأ بيتكسر بين انزيمز، واحد اسمه ترو كولين استريز وواحد اسمه السودو كولين استريز. ايه الفرق بينهم؟ عشان تكون عارف، الترو ده اللي هو الاوريجينال، ده اللي موجود في الرسمه دي كلها. يعني انت لو جيت تدور في الرسمه دي كل ما تلاقي الاستايلكولين هتلاقي عنده انزيم اسمه ايه؟ ترو كولين استريز. ايه انزيم ده؟ اللي موجود في الكولينرجيك استراكشر. كولينرجيك ايه استراكشر؟ يعني الرسومات دي كلها موجود في الار بي سيز. عارف الار بي سيز؟ اللي هي كرات الدم الحمراء. موجود في السي ان اس. السودو ده موجود في الليفر، في البلازما، مش موجود هنا. بيطلع من ايه؟ من الليفر والبلازما، ومش في السي ان اس. مش مهم على فكره، انا اللي يهمني التخصص ده اللي يفرق معايا. تقول لي عليها مهمه. الترو متخصص قوي قوي قوي، ما بيكسرش الا مين؟ قال لا اسيتايلكولين، وبالعافيه ده اسمه ميثاكولين. اما السودو بياخد اي حاجه تقابله، اي حاجه فيها استر يكسر الاسيتايلكولين. ساكسينايلكولين اخدناها بالجنرال، حاجه اسمها ابنيا، حاجه اسمها ايه؟ ابنيا. وحاجه اسمها البروكين. حد عارف البروكين ده ايه ولا اي حاجه؟ اي لوكال انستيزيا بتنتهي بكلمه كين، بتنتهي بكلمه ايه؟ كين. لوكال انستيزيا، لوكال ايه؟ انستيزيا. بنج موضوعي. خلاص انت عارف لو الانزيم ده راح من جسمك انت محتاج قد ايه عشان يرجع؟ 3 شهور. ده محتاج قد ايه؟ 3 اسابيع. انا صدقني لو انا طلبت منك في الصفحه دي كلها سؤال اقول لك بس الاستايلكولين بيتكسر ازاي او ايه المصير بتاعه، تقول لي ايه؟ بيتكسر بمين؟ بالترو والسودو كولين ستريز انزايم، بس مش اكتر. فاهمني؟ طيب عندك بعد كده مصير مين في جسمك؟ نور ادرينالين، اكتب عليه مؤجل. اكتب عليه ايه؟ مش هو تبع السيمباثيك؟ واحنا قلنا هنأجل حاجه تبع مين؟ يبقى اكتب عليه مؤجل عشان بس ما تهش مني في الكتاب. يبقى اكتب لي على الصفحه اللي بعدها ايه؟ مؤجل. خلاص؟ هتقابلني في اللي بعدها. حاجه اسمها ريسبتورز. مظبوط كولينرجيك ريسبتورز. خلصناها. اللي هم كانوا مين يا اولاد؟ النيكوتينيك والمسكرانيك. حد فاكر النيكوتينيك موجوده فين؟ ان ام. موجوده فين؟ عند العضله. طب والان ام؟ عند الجانجليا والسي ان اس والادرينال. ايه اهو كل اللي موجود عندك. طب المسكرانيك موجوده فين يا اولاد؟ بوست جانجليونيك باراسمباثيك. وكل ادرينالينك ايه؟ للاسف والبوست جانجليونيك سمباثيك ده مكاني اياهم السويت جلاند و بلاد فيزل وسي ان اس. اسمع كده،
حدوته هنا غريبه قوي قوي قوي. فكرني احكيها لك. قول لي يا دكتور لازم تحكي لنا قبل ما نروح حدوته المسكرينك والبلاد فيزل، وهفهمها لك الوقت. حدوته غريبه جدا وهنختم بقى الحصه. نعم المسكرينك موجوده في الكورتكس في السي ان اس تمام. والنيكوتينك في السبينال كورد. لو عايز كلام دقيق قوي يعني، بس احنا مستر بنقول في السي ان اس وخلاص، مش محتاجه منها. الان ان في السبينال كورد والمسكرينك في الكورتكس تمام. بص بقى تعالوا نقول كلام الجنرال فارماكولوجي. كلام الجنرال فارماكولوجي، كلام الجنرال كان بيقول ايه؟ كلام الجنرال يا ولاد كان في عندك المسكرينك دولت على خمس انواع: M1 M2 M3 405. مش مهمين 405، 405 دول موجودين فين؟ في السي ان اس. ما اعرفش بيعملوا ايه. M1 شغال عن طريق حاجه اسمها جي كيو. حد فاكر جي كيو ده بيشغل عن طريق انزيم جي كيو فوسفو لايبيز سي؟ بيطلع في الاخر كالسيوم. بيطلع ايه؟ كالسيوم. بيطلع ايه؟ كالسيوم، صح ولا لا؟ خلاص مش فاكر حاجه اسمها جي كيو. جي بروتين جي الفا كيو حاجه في الجنرال. جي بروتين كابل ريسبس تمام. انواع الجي بروتين الفا وجي اس وجي اي اوكي صح ولا لا؟ المهم موجوده فين يا اولاد الام 1؟ موجوده في السينس. كلنا موجودين في السينس على فكره، تخش في بالك. موجوده في الريتينوم الجانجليا، يعني اكتب لي عليها كده لفارما 3 ولا حاجه. المكان ده مش مهم بالنسبه لي خلاص دلوقتي، مش مهم. انا يهمني المكان ده قوي 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 قوي. برايت السيل اوف ستومك، حد عارف ده وظيفته ايه؟ ده اللي بيطلع ال HCL. ده اللي بيطلع مين؟ HCL. ده اللي بيطلع ال HCL. ده اللي بيفرز ال HCL. يبقى البرايت سيل اوف ستومك بيطلع مين؟ ال HCL. يتسأل سؤال، يبقى ال M1 ده لو انا نجحت ان انا اقفله، يبقى انا كني نجحت في علاجي البيبتيك ألسر. في البيبتيك ألسر صح ولا لا؟ وفعلا طلعوا دوايين عملوا الحركه دي. دواء اسمه بايرنزيبين وتيلينزيبين، دول قفلوا M1 بس. يبقى الدوايين دول بيعملوا في الاتش سي ال، بيقللوا الاتش سي ال، فيعالجوا واحد الايه؟ المعده. خلي بالك في دواء اسمه الاتروبين بيقفل كل الماسكرينج ايه؟ ريسبتور. بيقفل كل الماسكرينج ايه؟ ريسبتورز. يبقى انت عندك بايرنزيبين وتيلينزيبين، دواء اسمه زي سايكلومين، مش مهم الوقت. M2 حد فاكر M2 بيقول لك موجود في الهارت. هو الباراسمباثيك او المسكرنك هيعمل ايه في الهارت؟ بيقل صح ولا لا؟ هينهبت. يبقى تتوقع بخبرتكم في الجي بروتين هيكون شغال عن طريق انهي جي بروتين؟ جي اي. اسمها ايه؟ جي اي، اللي هو بينهبت الادينايل ايه؟ سايكليز. يعني حاجه اسمها السايكليك ام بي. والناس انا افتكر ان الجي بروتين كان في منه نوع بيمسك في الشانلز، في البوتاسيوم الشانل. كان يقول لك يا اما بيمسك في انزيم في الشانل، فده كان ماسك في البوتاسيوم الشانل، فيقول لك يفتح البوتاسيوم يعمل هايبر بولرايزيشن. مش مهم التفصيله دي، انا يهمني حاجه جي اي اللي هسالك فيها في الام سي كيو. ده اسمه جلامين بيقفل M2، مش موضوع سؤال بالنسبه لي انا، بس يفرق معايا حاجه بري سينابتك. يعني ايه كلمه بري سينابتك؟ بص يا ولاد، ده اسمه سيناب، ده اسمه ايه؟ سيناب. الترانسميتر طلع، الترانسميتر ايه؟ طلع خلاص. ده اسمه اوتو ريجيولاتري. يعني كلمه اوتو ريجيولاتري بينظم نفسه بنفسه. لما الترانسميتر يزيد يا اولاد الريسبتور موجود هنا، ده سيناب. يبقى اسمه بري ولا بصوا هنا؟ بري.
صح؟ لا لما الاستايل يزيد يقوم شغل مين؟ البريم. يقوم مانع طلوع الاستايل ايه؟ كولين. يقلل طلوع الاستايل ايه؟ كولين. يبقى بينه وبينك متناسق مع اللي في دماغك. هو ايه اللي في دماغ حضرتك؟ ان الـ ان الام 2 بيمنع طلوع الاستايل كولين وبيمنع الهارت، يبقى شغال على طريقه انهي؟ جي بروتين. جي اي جي اي خلاص. ام 3 موجود في السبوس مصر انتوا نسيتوا وبتناموا، انا ربط خلاص خمس دقايق وخلاص بالظبط. ام 3 نعم. ممكن تدي واحده طب حاضر خلاص وجمعوا كله. ام 3 موجود فين؟ في السبوس مصر. حد فاكر السبوس مصر في الجسم كانوا مين؟ اي برونكاي جي اي يورين اكس كراين. حد يقول لي البرس بس بيعمل ايه في الاي؟ صديق بيكونتراكت العضلات اللي في الاي وبيعمل في برونكاي بيكونتراكت البرونكاي وبيعمل ايه في الجي تي؟ بيكونتراكت الوول وكلام من ده. السؤال يا شباب، هي كلمه كونتراكشن دي مش بالنسبه لكم يعني كالسيوم؟ صح ولا لا؟ يبقى هيكون شغال عن طريق الجي بروتين جي كيو. حاجه اسمها ايه؟ جي كيو. مش انتوا علمتوني ان جي كيو بيزود الكالسيوم؟ صح ولا لا؟ يبقى الام 3 موجود بيعمل ايه؟ بيزود الكالسيوم. صح ولا لا؟ موجود في السموس باسل والاكسكراين جلاند. مش انتوا اتفقتوا ان البارا بيزود السكريشنز كلها؟ وموجود في البلاد فيزل. وهنا بقى مفاجاه وكل يركز معايا الله يخليكم. وجدنا ان في البلاد فيزل شرعوا تكون في حدوده اسمها ماسكاريكو بلاد فيزل. وجدنا ان في جسم حضراتكم لما عملوا تشريح كده وجدوا ان في اغلب البلاد فيزل في ماسكارينيك ريسبتورز. ماسكارينيك ايه؟ بس وجدوها نون انرفيتد. يعني ايه نون انرفيتد؟ ما عندهاش كيميكال ترانسميتر. عندها ما عندهاش ايه؟ كيميكال ترانسميتر. وجدوها ان هي لو اشتغلت تعمل فازو دايلاتد. استنى استنى استنى، ام 3 شغاله عن طريق مين؟ جي كيو. يعني ممكن تعمل ايه؟ فازو ايه؟ كونستراكشن. انا جاي بقول لك ان انت تعمل فازو ايه؟ وده حقيقه يعني مش مجامله ولا قعدوا يدوروا لغايه الراجل اللي عامل الكلام ده خد نوبل برايز ان طلع فاكت من حاجه احنا كنا بنعتبرها فاكت تانية خالص. ام 3 بتعمل ايه يا ابني؟ كونتراكشن. على البلاد فيزل عامل فازو ايه؟ ام الراجل ده راح بقى للايه؟ للهيستولوجي. راح بتوع الهيستولوجي قال لهم ايه الفرق ما بين الاندوثيليوم او ما بين البلاد فيزل وباقي السموس ماسل؟ اشمعنى على البلاد فيزل ده عامله فازو ايه؟ وفي كل العلاقة بتعمل ايه؟ كونتراكشن. قامت الاجابه جت له من بتاع الهيستولوجي، علشان البلاد فيزل في حاجه اسمها اندوثيليوم. حاجه اسمها ايه؟ اندوثيليوم. فالاندوثيليوم قال لك لما تبدا تشتغل الماسكارنيك يطلع ماده ما كانش عارفه بتعمل ايه. هي كل اللي بتعمله اسمها بتعمل ريلاكسيشن صح؟ فقال لك الماده دي جايه من الاندوثيليوم فسماها اندوثيليوم درايف ريلاكسنج ايه؟ فاكتور. اسمها ايه؟ اندوثيليوم درايف ريلاكسنج ايه؟ وقعد خمس سنين لغايه لما اثبت الماده دي اسمها نيتريك اوكسايد. نيتريك ايه؟ وبتعمل فازو ايه؟ وساعتها اخذ نوبل برايز. تاني ام 3 بتعمل فازو ايه؟ متوقع تعمل فازو ايه؟ كونستراكشن. لكن عملت في الحقيقه فازو ايه؟ قعدنا ندور طلع السبب ايه؟ الاندوثيليا بتطلع ايه؟ ماده بتعمل ريلاكسيشن. في مشكله؟ سهله كده؟ طيب تعالى بقى نجمع الريسبتورز. ام 1 اهم مكان ليها مين؟ برايتال سيل وبالسمك. هنزود الاتش سي ال ايه؟ سكريشن. ام 2 اهم مكان ليها الهارت وبري سينابتك. بتعمل في الهارت؟ بتريحه. والبري سينابتك بتمنع ضروع الترانسميتور. تمام؟ ام 3 بقى اللي موجود في كل حته. موجود في سموس مصر. سموس مصر دول كانوا خمس اماكن.
اللي هو مين؟ آي بروكاد جي آي يورونيسك سورجن موجودة فين؟ إكسكراين جراند موجودة فين؟ في الانتنين بتاعت البراد ايه؟ في كلهم طلعت كالسيوم وكونتراكشن معانا مين؟ الانتنين بتاعت ايه؟ البراد ايه؟ فيزل وصلت؟ حلو قوي قال نعم يس نبارة بقى نبارة تمام نبارة بقى مسكراني نبارة ماشي يا ولاد حلو كده طيب هكتفي طبعا بهذا القدر عشان موعدكم الملخبطة النهاردة بشكل مزري لو سمحت هتريحني جدا 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 لو انت جاي بكره قال الحصه دي ما ينفعش ولاد ربنا يرضى عنكم